تعاونية جدال للمصنوعات الجلدية والنباتية المتواجدة بتراب جماعة سيدي الزوين التي تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 32 كيلومتر، هي من بين التعاونية التي تمثل قصة نجاح في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي اهتماما خاصا لقطاع الصناعة التقليدية على غرار باقي القطاعات الاقتصادية. وتمثل هذه المقاولة الناشئة نموذجا للتحدي والإصرار في بناء ثقافة الحفاظ على هذا الموروث الوطني الذي يحظى بإقبال كبير من قبل السياح الوطنيين والأجانب على حد سواء. جيت هنا سيد زوين، لقيت الشباب والمرأة هي قاعدين داك الشيء، جيت قلت ندير المشروع ديالي هنايا والحمد لله نجح لي المشروع، حيت الناس عندهم رغبة باش يخدموا قاعدين داك الشيء. المهم عندهم رغبة تشجعنا، زدنا القدام وداك الشيء. كانت عندنا مشكلة ديال الآلات، الحمد لله جات واحد المبادرة وطنية للتنمية البشرية ساعدتنا على دوك الآلات. دابا كلشي ولا قريب لينا، فاش كنديرو كوموند ولا جوج دابا الحمد لله ولينا تنديرو 8 في الشهر وكلشي، ديك العرقلة حيدت علينا. المشروع نجح بفضل جهود جميع الأطراف المساهمة فيه وشجاعة بعض شباب المنطقة، ويهدف إلى النهوض بالمرأة والشباب وخلق فرص جديدة للشغل في ظل ثورة الابتكار والتجديد التي يعرفها قطاع الصناعة التقليدية. واستفادت تعاونية جدا في المرحلة الأولى من مبلغ 150 ألف درهم التي ينخرط فيها حوالي 300 مستفيد ومستفيدة، وتشغل 40 شخصا من أبناء منطقة سيدي الزوين.